شابتر اللي هو السي اس اس اللي هو المكمل للويب. خلينا نبلش المحاضرة في صورة معينة بتبين الفرق ما بين الويب والسي اس اس. الويب والسي اس ال HTML اسف والسي اس اس هن بيكملوا بعض. ال HTML هي عبارة ستراكشر، اني ارتب هالمعلومات في باستخدام تاجات معينة، وتعلمنا ال H1 ل H6 وال Orderless وال Unorderless وال HTML Body وال EM وال Strong وإلى آخره. في عندنا اليوم حنضيف Presentation Layer، حنضيف Appearance, Look and Feel، كي حنضيف هيك أشياء زي ما بنحكيها بالعربي Formatting، نعمل له Stylish شوي، نعمل له شوية ستايلات، إشي عن طريق استخدام إشي اسمه CSS. CSS بيجي على ثلاث أنواع، نوع 1 نوع 2 نوع 3، حناخذهم اليوم الثلاث انواع ونفهم كيف بنعمله كيف بنكتبه. لكن ملخص القول انه السي اس اس يا اخوانا هو عباره عن شابتر حفظ، بدك تحفظ الخصائص علشان تقدر انك تعمل عمليه تغيير للبرزنتيشن لاير او للابيرنس لصفحه الاتش تي ام ال. هلا اليوم ان شاء الله تعالى حنبلش في اكزامبل بسيط جدا. هذا عندي اكزامبل، انا هي عباره عن اتش تي ام ال بيج بسيطه جدا، فيها مجموعة من ال HTML tags، في عندي head، في عندي body، في عندي أيضا هنا في عندي an order list، في عندي H1. هاي عبارة عن HTML page عادية جدا وتاجاتها البسيطة جدا. راح أضيف هيك H3 هون، وأضيف هون تسكيت ل H3 ونحكي إنه shopping list for Sunday، وممكن أضيف إذا بدنا بس على غايات هاي save وهاي run. راح تلاحظ إنه صفحة عندي عبارة عن أبيض وأسود، هي شوبينج ليست، قائمة التسوق ليوم الاثنين، وحطينا تحتيها ب H3 شوبينج ليست فور ساندي. حيشتري عن طريق، في عندنا اوردر ليست، هاي الاوردر ليست جواتها سب اوردر ليست او جواتها نستد ليست، هاي النستد ليست اللي جواتها اوكي موجودة جوا الاوردر ليست الكبيرة. وحكينا اذا في اشي جوا اشي او في عندنا اوتر في عندنا انر بسميه نستد. وبهاي الحالة اذا انا بدي اطلع عليها بطريقة مختلفة راح كيف، في عندي parent وفي عندي child، برضه في عندي هون hyperlink، عندي hyperlink أو anchor. أوكي دائما الانكر أول ما تظهر by default بكون لونها أزرق وتحتيها خط، إذا مررت الماوس عليها أو عملت hover للماوس راح يتحول الماوس لعشكل إيد، دلالة إنه الآن مستعد إنك تعمل عليها click. تمام، أنا حاليا حبلش أغير في الستايل تبعها. بحكينا عشان تغير الستايل في عندك مجموعة من الخصائص بدك تحفظهم. خلينا نغير على الـ H1 مبدئيا، نحكي الـ H1 نغير الستايل تبعك. عشان تغير على الستايل لازم تكتب كلمة ستايل، تحط دبل كوتيشن. شو بدك تغير؟ بدور اغير على خاصية الكلر، بدك تحفظ الخواص وتحفظ قيمهم. خلينا نحكي الكلر هون بينك مثلا، نختار لون البينك، الكلر بينك. هلا في عندنا ليست اوف كلرز موجودة على ليست اوف سي اس اس كلرز، تمام؟ هياتهم موجودين بالعادة، بيكونوا لهم ترميز اللي هو الهكساديسيمال وترميز الاسم اللون. دقق معي وانتبه، بحكي لنا كل لون بالعالم تستطيع انك تعبر عنه عن طريق ثلاث الوان الاساسيات اللي هن الريد جرين بلو، بسموهم الـ RGB. ريد جرين بلو هو عبارة عن مجموعة الوان بتغيير قيمهم، قيمهم وين؟ بدي اعبر عن اللون بالهكساديسيمال، تستطيع انك تعبر عن اللون بالهكساديسيمال. في عندنا نظام الباينري والاوكتا والديسيمالز، وفي عندنا نظام الهكساديسيمال. كيف عرفنا انه نظام الهكساديسيمال؟ في عندنا حرف اف، بحكي لنا كل 2 ديجيتس، كل 2 ديجيتس بتعبر عن اوكي عن لون. هون بتعبر الاول على الريد، والثاني 2 ديسيمال الثانيات بيعبروا على الجرين، والثالثات على البلو. فبهاي الحاله اذا كان كلهم اصفار بيكون اسود. الهكساديسيمال اف اف معناته ازرق. تستطيع انك تغير بهاي القيم عشان تصنع عندك الوان مختلفه، فلذلك كانك تستخدم اسم اللون نفسه او بتستخدم الهكساديسيمال المقابل له. احيانا عشان نضبط الواننا وتكون الواننا مش منفره او نستخدم شيء بسموه باليتس. اوكي الباليت هي عباره عن انه انا بدي اعمل ويب سايت، وهذا الويب سايت بدي يكون الوانه منسقات، الوانه يعني اوكي يعني الوانه خلينا نحكي لهم ترتيب معينه بحيث انه ما تنفر اليوزر. واضح؟ مثلا بحكي لنا هذول الالوان
ممكن يجوا مع بعض، الأورنج والأحمر والبرتقالي. أوكي، ممكن إنك تختار، في كان عندنا ليست أوف باليتس ألوان معينة كيف تصنعهم. مثلا هاي الألوان مثلا بيكون عندنا الألوان هاي بتكون مع بعض، بتيجي مع بعض. في ألوان بتيجي مع بعض وفي ألوان ما بتيجي مع بعض. على كل حال هذا ذوقا، شيء ذوقا عندك. فإحنا حنحكي هون، بعرفش إني أخذت اللينك أو اللون، حاحكي اللون مثلا هون بينك. كي انتبه معي، هاي الخاصية والأتريبيوت نقطتين فوق بعض بحط القيمة. طب بدي أغير كمان خصائص، بحكي مثلا باك جراوند داش كلر، حغير. أوكي هذول بدك تحفظهم موجودين. بدي أغير على لون الخلفية لهذا ال H1، هحط مثلا يلو أو جرين. أوكي، الفاصل ما بين الأتريبيوت والفاليو تبعها، والأتريبيوت والفاليو تبعها اللي هي السيمي كولون، فاصلة منقوطة. بدي كمان أغير على نوع الخط، فونت داش أوكي فاميلي، بحط مثلا نوع الخط أو أريال. تمام، هلأ في عندي خطوط كثير. أوكي أريال أتوقع هيك، روز بوت أريال، المهم مش حافظ، أو سانس سيلف، خلينا نحكي سانس. تمام، فبتغير نوع الخط، في عندك فون داش فاميلي، فون داش سايز، فون داش ستايل. فأنا لما أسيب وأعمل رن هنلاحظ إنه الشوبينج ليست فور موندي تغير لون الخط، تغير الباك جراوند كلر، وتغير نوع الخط. أوكي، هاي النوعية بسموها كاسكيدينج ستايل شيت إن لاين. أنا بغير على التاج ان لاين بالعربي على السطر. تمام، افرض انه انا هون بدي اغير على هذه كمان نفس الشيء، واغير لونها واغير بعض الخصائص تبعيتها. احط هون هيك كلر ريد مثلا على سبيل المثال. اوكي، حيتغير اللون تبع الان اوردر ليست والسب ان اوردر ليست او النس ان اوردر ليست للون احمر، لانه هي بتعتبر حالها تشايلد من البيرنت. وفي عندنا كمان خصائص كثير، مثلا نحكي خاصيه اسمها تكست داش ديكوريشن، او كمان في عندنا خلينا نحكي تكست داش ديكوريشن، نستخدمها تيجي عده قيم. تكست داش ديكوريشن انه هل الكلام تحتيه خط، فوقيه خط، خلاله خط. اوكي، خلينا نحكي مثلا اندرلاين، اندرلاين حيكون تحتيه خط. نعمل سيف ونجرب نعمل رن، هنلاحظ انه هاي سب الاوردر ليست، اوكي اسف ان اوردر ليست واللي نسد ان اوردر ليست كلها اخذت لون احمر. تخيل انه حكينا اوكي تعالي انت بنعطيكي لون مختلف، مين بتوقع شو حيكون لون هذه بعد هذا التغيير؟ ايش حيكون لون، خلينا نحكي نعملها اوردر ليست عشان تكون اوضح وابين. مين بيحكي لي ايش حتكون لون هذه بهاي الحاله؟ اخضر دكتور. اخضر، ليش اخضر؟ لانه جت بعديها. دقق معي هلا، الاب بيعطي خصائص، بيحكي انت خصائصنا كلنا كعائله واحده احمر اللون والخط تحتيه خط. فبتحكي هاي انا صار عندي بسموه اوفر رايدنج، انه انا عملت تغيير على خصائص الاب. فهي حتاخذ اي خاصيه عند الاب مش عندها، فبتحكي لي الديكوريشن انا حقبل فيها من الوالد لانه انا ما عندي خاصيه تعمل عليها اوفر رايد. فبنلاحظ هون انه مباشره اخذت اللون الاخضر كلون، لكن الاندرلاين ولون الاندرلاين اللي هو مطلع من مين؟ من الاب، من الاب. فبهاي الحاله دائما اوكي فكل بهاي الحاله الاب بياخذ خصائص الابن. اوكي اسف، الابن بياخذ خصائص الاب. انتبه معي الان، هاي بسموها ان لاين ستايل شيت، انه انا بدي اغير على الستايل الخاص بالتاج على نفس السطر. بفتح التاج اوكي بدايه التاج وبكتب بعدي الستايل تبعي، هاي بسموها inline style sheet. على سبيل المثال تخيلوا معي انه انا عندي ويب سايت فيه 1000 صفحة، وكل 1000 صفحة فيها 100 H1. واجهل هل الشخص اللي طلب هالويب سايت بيحكي لي والله اللون البينك ما بحبه، بدك تغير لي كل ال H1 للون ازرق. فانت بدك تمسكهم تاج 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 وتصير تغير اللون لازرق. اوكي، في بيحكي لنا في اشي ابسط من هيك، شو رايك نعمل اشي يسموه embedded؟ embedded يعني النوع الثاني، انه انا اروح على الهيد، تعلمنا دائما بالهيد فيها ميتا وفيها تايتل، نضيف اليوم تاج جديد اسمه ستايل. ستايل هذا الستايل نوعه بسموه الميمي تايب،
الميمي تايب تبعه بحكي لنا انا نوعي تكست وجواتي سي اس اس، فنحن التاج لازم نسكره. اها طب شو الفرق بين الانلاين والامبيدد؟ خلينا نشوف شو الفرق بيناتهم. حاليا انا حشيل هذا الانلاين ستايل اوكي، وحعمل الان امبيدد. ممكن اعمل امبيدد وانلاين ان شاء الله، حنشوف هلا ابين معنا. فراح احكي كالتالي، راح احكي اول شيء راح احكي H1 هون، هاي H1 بسموها سيلكتور، طيب وهاي بسموها بين تween curly braces rule. فبحكي الكلر و فونت داش سايز مثلا نحكي 12 بي تي. دكتور عندي سؤالين مش سؤال. يا ان شاء الله بس اوكي. في عنا شيء اسمه فونت داش ويت، حنحكي فون داش ويت شو يعني. فون داش ويت اذا انا حاولت ابسطها لك يعني، وافتح الوورد كيف في عندنا شيء بسموه بولدر. يس فانت بهاي الحاله لو انا بتذكر موجودين هون بالسلايد بحكي هاي الخصائص كل خاصيه وبشرح عنها وعن قيم اللي بتاخذها، وبالنتيجه انت مطلوب منك تعرفهم وتعرف القيم اللي بتاخذها. في عندنا شيء اسمه فون داش ويت. اوكي فون داش ويت يا اخوان هون هياتها اوكي. هلا انا حكبس هون بولد، فهيتحول الخط بولد. بحكي لي فون داش ويت تاخذ مجموعه من القيم بولد نورمال بولدر لايتر. مجموعه من القيم انه الخط يكون عريض اكثر، عريض اقل، طبيعي وانحف. بحكي لنا كمان ممكن تستعيد عن هاي الاشياء بقيم من 100 ل 900. بحكي لنا ال 400 نورمال، يعني هلا النورمال هون بدل ما احط نورمال بكون ايكويفالنت ل 400 تمام. وهاي بتكون اللي هي البولد البولدر اوكي هي ايكويفالنت 900، وبحكي لنا البولد العادي 700، هاي مكافئ لقيمه 700. فاما بتحط كقيم او بتحط كارقام. وبالنتيجه انا لو بدي ارجع لهون بدي احكي له فون داش ويت بولد مثلا اوكي. فانت بتحط القيم اللي بدك اياها هون، ما لهاش معنى كونه احنا حتكون باتش 1 واتش 1 بتعرفوا الديفولت هي بولد و32 حجم الخط وبكون عريض. على كل حال في عندنا خاصية اسمها تكست داش ديكوريشن. تكست داش ديكوريشن انا حكي له انت مثلا اوفر لاين فوقي خط، هاي بسموها رول، هاي عليها رول، هاي اسمها رول، هاي بسموها سيلكتور، هاي بسموها رول. هاي الرول انت بتحطها، معناها ايش معناها؟ معناها كل شيء اتش 1 جوا هالدوكيمنت او جوا هالويب بيج حول لي اياه لهذه الخصائص. الخاصيه اللون المقابل، خاصيه اللون الحجم المقابل، خاصيه القيمه المقابله. دائما في عندنا property وvalue، الفاصل بينهما كولون، ما بين الاتريبيوت والاتريبيوت والفاليو تاعتها في عندنا شيء اسمه سيمي كولون. في عندنا شيء اسمه، دقق معي، هحكي انا الان h3 داش او كوما h4. اها شو بدنا نعطيها قاعده؟ نعطيها قاعده. مين بحكي لي الكوما هون ايش معناها الكوما؟ يعني بشتغل على اثنين صار. يس يس، واحده من الثنتين، واحده من الثنتين اوكي حيكون لونها احمر والباك جراوند تبعها خلينا نحكي جرين تمام. هاي العلاقه اور h3 اور h4 حتكون هاي الرولز حتطبق عليها. طيب مين بحكي لي هاي ايش معناها؟ يلا مين بحكي لي ايش معنى هذه؟ هاي الاو ال اللي جوا اليو ال او شيء زي هيك. اوكي الاو ال اللي جوا اليو ال يعني هون نستد صح؟ كيف نعطيها لون مثلا بينك اختيار الاختيار يعني يس بيمشي مسار معين كانه. هاي ايش معناها؟ معناها زي ما حكى زميلكم تماما، الاو ال اللي جوا اليو ال. في عندنا او ال جوا يو ال تمام، هاي بتكون نستد. اذا حتطبق على مين؟ حتطبق على البرانيه ولا على الجوانيه، على الانر ولا الاوتر؟ الداخليه تماما. طب اذا في عندي كمان نستد ليست شو بدي احط هون مثلا؟ بطبق على ال اي مثلا، هاي حتطبق على ال اي اللي جوا الاو ال اللي جوا ايش؟ اليو ال. واضح؟ كل ما بدك تعمل انر بدك تحط تاجز تحط سبيسز.
فمبدئيا هي حتتطبق حاليا على اليو او ال اللي جوا اليو ال، كمان حنتعلم اشياء جديده. واحد حكى كالتالي، هيك انتبه معي شو حكى. دي نقطه بس هي نقطة. مش اجباري ال اي، ما هي جوا تفضل اجباري ال اي راح تتلون لبنك بالرول اللي افرض انه انا بدي اعمل افرض انه انا بهاي الحاله بدي اعمل ال اي اللي جوا ال اي. هلا ممكن المثال كان مش سبيسيفيك تحديدا، لكن ان كيس كان جواته كمان بدي اغير ال اي اوكي، او بدي اغير كمان مثلا اوردر جست، كمان في عندي اوردر ليست على سبيل المثال، كمان في عندي كمان اوردر ليست. ممكن المثال ما كان انطباقي صحيح. معناها ايش معنى هاي؟ لو كان عندي اوردر ليست جوا اوردر ليست جوا ان اوردر ليست، تمام اوكي. فمعنى ذلك اني انا بدي اغير اللون الانر انر انر، واضح؟ هي فقط قديش بخش ديب بالموضوع، تمام. هلا ممكن واحد يعمل كالتالي، يعمل دوت اوكي علي. ايش يعني دوت علي؟ دوت علي از ا كلاس. كلاس ايش يعني كلاس؟ كلاس يعني انا بدي اعمل كلاس او فئه معينه حيكون لهم خصائص معينه، وقت ما بدي اطبقها عليها بحط اسم الكلاس. على سبيل المثال علي، سيد علي بيعطينا كلر نقطتين فوق بعض مثلا بلو. دقق، في عندنا كلاس اسمها علي بتعطي بلو، وبتعطي كمان تكست. انا بختار خصائص تكون واضحه، ديكوريشن، تكست ديكوريشن تبعها اوفرلاين. اوفرلاين هنعمل كمان ايضا كلاس اسمها علا. كلاس علا هتكون لها مجموعة من الخصائص، هختار اللون. المشكلة الألوان عندي خلصت هلا، تمام. خلينا نحكي مثلا كلر ريد، اوكي كلر تبعها ريد. هلا كيف بطبق علي وعلا؟ انتبه معي، عشان اطبق علي وعلا مثلا الاتش 3 مين بيحكي لي خصائص الاتش 3 باي ديفولت على الـ على الـ على اللي عندي؟ ايش بدي خصائص اتش 3؟ او كيف الستايل، او كيف الابييرنس، او البرزنتيشن لا اتش 3؟ مين بيحكي لي؟ يلا دكتور. اللون راح يكون ريد، يس. جرين باك جراوند جرين، يس. خلينا نستقلنا لون من هالالوان الموجوده هون بالليست تعيت الالوان. اوكي خلينا نستقلنا ليست الوان هون. اوكي كلر سي اس اس كلر ليست. خلينا نختار اي لون ممكن يكون مميز عشان نحاول نوضح لكم الافكار بشكل اسرع. خلينا نختار لون مثلا جرين يلو. يلا نرجع للكود، هنحكي انه علا بتعطي جرين يلو وعلي بيعطي ازرق. اوكي راح احكي هيك حكي زي ما حكى زميلكم قبل شوي، انه الاتش 3 باي ديفولت احمر والخلفيه تاعتها خضر، او الباك جراوند كلر اخضر. رحت حكيت ان اتش 3 انت اتش 3 راح اطبق عليك كلاس. اوكي ايش الكلاس حطبقها علي؟ اوكي حكي لها انت حيطبق عليك كلاس اسمها علي. اوكي مين بيحكي لي اتش 3 ايش حتطلع بهاي الحاله؟ كيف حيكون لونها؟ حيطلع ازرق وعندها اوفرلاين. اوفرلاين اوفرلاين يس. وحيكون عندها باك جراوند كلر جرين. ليه ولا ما حيكون عندها؟ شو رايكم؟ لا حيكون، راح يكون مثل الاب. هاي صفه مضافه يعني جديده. صفه مضافه، اشكرك على هذا الاستخدام لهذا المصطلح، تمام. هلا دقق معي، حنعمل سيف ونعمل رن. اوكي دقق معي، الالوان اللي اخترناها انا اسف اختار الوان احيانا. اوكي انتم ساعدوني بالالوان، يعني في ناس اذا عندهم ذائقه لونيه او عندهم ذائقه بالالوان يساعدونا. خلينا نحكيها يلو مبدئيا ممكن تكون اوضح. يس اتش 3 هياتها الاتش 3 اعطيتها طبق عليها كلاس علي اللي هي اللون اصفر والتكست ديكوريشن فوقيها خط لانه انا طبقت. فبتحكي لي دائما دائما الاولويه بسموه كونفليكتنج كاسكيدنج ستار شيت، عمين ارد في خصائصي. تتطلع على اقرب شيء لها، على اقرب شيء لها تتطلع بتلاقي في عندها كلاس بيعطيها خصائص، بتعمل اوفر رايد على خصائص
اللي هي تعيدها السلكتور تبعها ال H3 تحكي يعطيكي لون انا اصفر وعليكي فوقيكي خط. اوكي شو عملت اوفر رايد على الخصائص تعيد السلكتور الحقيقي او الاوفر H3 كان احمر صار اخضر او صار اسف اصفر وباكي الباك جراوند بتضلها موجوده. طيب دقق معي الان وانتبه. هلا بدي احط كمان هون بحثها علا برايكم اللون حيمين حيكون اللون اللون حتفرض ضوء حيفرض ضوء علي ولا حتفرض ضوء علا مع انه الاثنين بيحدد لون. ايش رايكم اللي اجت اللي اجت بالاخر اها اللي اجت بالاخر لانه بضل يعمل اوفر رايد اوفر رايد كل مره. تمام احسنت احسنت. فبهاي الحاله برد على علا اوكي بهاي الحاله المفروض رد على علا على الكلاس الاخيره اللي مطبقه عليه اوكي فرد على علا باللون اللي هو الجرين يلو اللون الاصفر المخضر. تمام فانتبه معي. طيب حنحكيكم كمان اشي مثال انتبه معي. رحنا هاي عملنا لها كوبي وحطيناها هون وغيرنا الخط لمثلا بلو. مين بحكي لي اتش 1 حتطلع بلو ولا حتطلع جرين؟ ايش رايكم؟ بلو دكتور بلو. عمين حيرد؟ حيرد على الاقرب. خذها مني قاعده هذه اوكي خذها مني قاعده دائما برد على الاقرب له اوكي برد دائما على الاقرب. اجى واحد كتب كالتالي كمان اوكي راح اعمل كالتالي حكى هون ستايل كلر نقطتين فوق بعض اوكي جرين يلو جرين يلو يس اسف حكى جرين يلو اوكي هاي الويندو مع حرف ال V بيعطيك كل الكوبي بيست اللي انت عملتهم فممكن تستخدمهم اوكي. هلا مين بحكي لي عمين حيرد ال H1 حترد على اللي عندها ولا حترد على ال H1 اللي عاملها رولز فوق في الامبيدد؟ اقرب شيء لها مين هاي فبالنتيجه حترد وين مباشره حترد على الاقرب لها دائما حترد على الاقرب لها دائما. هذا بيسموه الكونفليكتنج كاسكيدنج ستايل شيت انه اذا في عندي صفه مضافه زي ما استخدمت زميلتكم هذا المصطلح اذا عندي صفه مضافه اذا قدرت اذا كانت عندي اوريدي عندي هاي الصفه اوكي بتجاهلها اوكي انا عندي هلا انا هون عندي انه اللون اخضر مصفر بس في عندي انا فوق اللون اخضر فبرد على اللي عندي الاقرب الي ان كيس زي ما صار زميلكم حكى علا وعلي وكان في عندي هون علا عم تحكي انه اللون اخضر مصفر لكن علي بيعطي اللون اصفر فبتعمل اوفر رايد او تعمل عليها ما يسمى الاوفر رايدنج بتاخذ اخر صفه او اخر شيء اضاف لها. تمام تمام. هلا اجى في عندنا واحد حكى هيك انتبه معي حكى A دوت خلينا نحكي اسم هدى. A دوت هدى هدى حكت كالتالي اوكي الكلر مثلا بلو ما ضلش عندي الوان. ايش معنى هاي؟ مين بيحكي لي ايش هدى مين هدى وليش انحطت مع ال A او تنحط مع ال H1 او تنحط مع ال H3 او تنحط مع ال OL؟ ايش بتختلف كلاس هدى عن كلاس علا او عن كلاس علي؟ يلا مين بيحكي لي دكتور كانه هاي سبيسيفيك اكثر بتكون اكزاكتلي احسنت. هلا علا وعلي جنريك كلاس وين ما حطيتهم بيشتغلوا يعني ما عندهم اي مشكله باي تاج ينحطوا لكن هدى بتقولي لو سمحت انا ما هشتغل او ما حيتطبق شغلي الا جوا تاج معين OL A H1 الى اخره. هاي بيسموها مور سبيسيفيك اتس مور سبيسيفيك. تمام اجى واحد حكى انتبه معي في عندنا شيء اسمه سودو كلاس. سودو كلاس من سودو كود تتذكر السودو كود اللي هو انت تكتب شيء عشان تقدر انك زي تعمل حل اولي او سكتش للحل. في عندنا شيء اسمه سودو كلاس. سودو كلاس هي تحدث عند وقوع حدث معين تحدث عند وقوع حدث معين حدث معناته ايفنت. اذا حدث ايفنت معين هذا الايفنت يا اخوان اوكي مباشره راح يطبق ستايل معين بناء على حدوث هذا الحدث. على سبيل المثال A نقطتين فوق بعض هوفر. العربي هوفر قبل شوي انا عملتها قدامكم هوفرينج اللي هي عمليه تحريك الكيرسر او الماوس على اللينك. في حال تحرك الماوس على اللينك بدك تغير لي بعض الخصائص. بدي تغير لي الباك جراوند كلر ليلو وتغير لي الكلر لاحمر
اوكي ريد، وممكن تحط التكست ديكوريشن اوكي لا اوفرلاين. انتبه معي، خلينا نعمل سيف ونجرب شو يعني هاي، ونحن نشرح لكم عليها اكثر. لو عملت سيف وتجربت انتبه معي، هلا في عندي اللي هو الهايبر لينك، بمجرد ما احرك الماوس او احط الماوس عليه راح يتحول للونه اصفر اوكي، وحيكون فوقيه خط، فوقيه خط اتوقع اخذ نفس اللون ما بين معنا. فبنتيجه اوكي بس احرك الماوس، هذا بسموها سودو كلاس. سودو كلاس معناته انت كستايل ما حتتنفذي او ما حينطبق عليك شيء الا في حال فقط حدوث ايفنت. في ايفنتات ثانيه يس، مثل فيزيتد، كثير منا بيزور ويب سايت بس يخلص زياره الويب سايت اوكي بفوت على هايبر لينكات، بس يكبس على الهايبر لينك ويروح على المكان المقصود او التارجت لينك ويرجع بتحول لون اللينك للون نهدي او لون ازرق او لون اخضر. فهذا الاشي يحدث تغيير الستايل بناء على ايفنت معين، واضح اوكي؟ هذا بسموه سيلكتور، هذول سيلكتورات، كل سيلكتور له معنى، له قيمه، له هدف معين. هلا طيب عندي انا 1000 صفحه وفيهم كلهم امبيدد ستايل شيت، وبالنتيجه اذا واحد حكى لي انا والله الاتش 1 بدي اياها بلو، مباشره بفتح على 1000 صفحه وبس بغير مثلا بالهيد، واضح؟ وبينعكس ذلك تماما وين؟ على باقي البادي، على كل البادي لكل صفحه. فافرض انه انا عندي 1000 صفحه بدي ارجع افتحهم كاملين، طب شو الحل؟ الحل انه اروح الجأ للنوع الثالث. النوع الثالث اللي هو بسموه external style sheet، اني اروح اعمل فايل ستاند الون فايل اوكي، واحط السي اس اس تبعي جواته، واربط الصفحات اللي بدها تاخذ نفس السي اس اس من هذا الاتش تي ام ال فايل اربطه مع السي اس اس فايل. كيف الطريقه؟ الطريقه بسيطه جدا، ممكن انا اخذ هذه هيك، هاي كات، او ممكن في ممكن يضل في ستايل هون، ممكن يكون في ستايل، واروح اعمل لي فايل جديد، نيو فايل اوكي، اعمل فايل جديد واحط فيه السي اس اس تبعي، واروح انا هون مثلا احكي اذا بتعمل كومنت بالسي اس اس هي نفس الكومنت بالسي بلس بلس، تحط الكومنت اللي بدك اياها هون اوكي، نعمل سيف. حيقول لي اوكي حسيف لك اياه، ايش بدك الاكستنشن تبع التسييف تبعك؟ راح احكي لو سمحت سيف لي اياها دوت سي اس اس، حسميها هون مصطفى دوت سي اس اس، تمام؟ هاي سيف اوكي. مباشره اول ما اسيفها بامتداد سي اس اس مباشره راح يحكي لي انه هذا سي اس اس فايل اوكي. هلا الفكره وين؟ انه كيف اربط السي اس اس فايل تبعي هذا بال HTML فايل هياتهم؟ صار عندي تو فايلز اوكي، صار عندي تو فايلز، فايل HTML اوكي وفايل اوكي اللي هو سي اس اس. بدي اربط هذا الفايل مع هذا الفايل. لو رحنا زرنا موقع جامعة العلوم على سبيل المثال، اورجيكم الرابط اللي بستخدمه اللي هو بسموه اللينك. اي ويب سايت بالعالم اكيد عامل سي اس اس ورابط مع السي اس اس فيو بيس سورس، وبالنتيجه راح نشوف كثير لينك مربوطين. هاي لينك، طلع لينك، اها لينك لمين؟ لينك لا ستايل شيت اوكي، موجود بهذا المكان. خلينا نكتبه ونعلمكم كيف بنكتب، يلا ونفهم شو اللي بيصير معنا حاليا. اوكي بروح انا على الصفحه تبعتي edit with notepad plus plus، وبكتب بحكي له لو سمحتي انت الان حربطك مع سي اس اس فايل، بكتب لينك اوكي. انا حعمل لينك لمين؟ لفايل. هذا الفايل شو نوعه؟ الفايل هذا نوعه حيكون جواته تكست بس الكودات سي اس اس، بسموه ميمي تايب اذا صح لي اعبر بهي الطريقه. طب شو العلاقه بين تو فايلز؟ العلاقه بين تو فايلز انه واحد بسموه ستايل شيت، بدك تحفظها هذه، تمام اوكي اوكي. شو ضل اخر شيء لازم اعمله؟ شو رايكم؟ لازم احكي له وين الملف موجود، عشان تحكي له وين الملف موجود حنستخدم تاج اسمه اتشرف. احكي له اسم الفايل او الباث تاع الفايل، اذا كان الفايل موجود على السي على الدي الى اخره حسب الباث تبعه بدك تحط الباث، فمصطفى دوت سي اس اس. هاي الحاله ربط اكسترنال فايل اوكي اللي هو هياته مع اتش تي ام ال فايل. سؤالي لو كان
الاكسترنال بيغير على قيمة الكلر احمر هون، انتبه معي، H1 احمر، هون اخضر، وهون جرين يلو. حيرد على مين اول شيء؟ ايش رايكم؟ جرين يلو. اولويه لمين؟ جرين يلو. الان لاين دكتور، الان لاين اول شيء، اولويه للان لاين، بعد ذلك بعدين للانترنال او الامبيدد، بعدين الاكسترنال. اكزاكتلي. فهو بيرتبهم بطريقه الاولويات، انترنال او بسموها اللي اسف اللي هو الان لاين، وان كيس ما كان في عنده ان لاين بيعطي بريورتي اعلى لمين؟ للامبيدد. واذا ما كان بالامبيدد بيعطي بريورتي اعلى لمين؟ للاكسترنال. هلا اي تعديل هون اوكي بالسي اس اس فايل حينعكس مباشره على الدوكيمنت تبعنا. فكرتنا كلها بشكل بسيط جدا، هاي كلهم عاملين لينكات لاكسترنال ستايل شيت اوكي دوت سي اس اس اوكي موجود على الباث تبعه اللي هو لايبرري جاست 2016 CSS والى اخره. واضح تمام. احنا اخذنا ان لاين دكتور، بس سؤال تفضل. اذا استدعيت الاكسترنال تحت الانترنال او الامبيدد، مين بينفذ اول؟ الاكسترنال. اوكي يعني. سؤال لطيف. هلا اذا استدعيته هون او طلبته هون اوكي حطيته هون، شو رايك حيكون الجواب لايش؟ هلا شوف يا ابني، انا بدي احاول الاقي لك الجواب، بس انا صدقا شوف، هو بالعاده مراحل اللودينج للبيج اول شيء مباشره بيروح بيعمل عمليه الداونلود مباشره لاي اكسترن فايلز. ذاكر احنا في السي بلس بلس كنا نعمل شيء اسمه لينكينج، ونروح يعمل اللينكينج يجيب اللايبرز المربوطه مع البرنامج. فهي الفيسز تعيد اللي هو بسموه البريلود، في عنا لود وفي عنا بوست لود. المهم الفكرة بتكون انه هيعمل اول شيء يجيب كل الاكسترنال فايلز المربوطة مع هاي الصفحة. انا اظن انه حيظله حافظ نفس التراتبية، لو حطيتها قبل او حطيتها بعد اتوقع حيكون محافظ على نفس التراتبية، لانه البيج بالبري بيج لود في مراحل تكوين الصفحة الويب لما تنزل على البراوزر بروح بدور كل الفايلز المرتبطة فيها بجيبهم معه على لين على ال على الصفحة عشان يقدر انه يطلع الخصائص. على كل حال انت جربها واحكي لنا ايش ممكن اذا انا كنت خطأ ممكن يكون انت الجواب عندك صحيح. تمام. دكتور بس سؤال. تفضل. هسه هاي محاضرة الوحدة ولا واحد ونص؟ هاي محاضرة الوحدة. اذا كنت واحد ونص مش مشكلة، استمر شو بدي احكي لك. يعني لا هسه انا دخلت هسه على لانه فيش عندي على الإيرنينج غير هذا الرابط بس. على كل حال هلا دكتورك بيجي. هلا بفعل الرابط تبعه، اتوقع ممكن متاخر دقيقه او دقيقتين. خلاص تمام. اوكي انتبه معي. حاليا في عندنا مجموعه من الخصائص يجب انك تحفظها. واتيفر بدك تحفظ الخصائص، قيمها بدك تفهم الخصائص وقيمها الى اخره. هلا في حكينا عن الكلاسز وفونت فاميلي، بدك تعرف شو يعني فونت فاميلي ان كيس انه والله نوع الخط اللي انا بستخدمه. في احيانا يا اخواننا في احيانا انواع من الخطوط غير مدعوم من البراوزرز، وبالنتيجه حتحط كوما كوما كوما، تحط أربع أنواع خطوط. الهدف من أربع أنواع خطوط شو الهدف؟ حدا بيحكي لي إيش الهدف؟ ليش الشخص هون حط نوعين من الخطوط، حط Arial و Sans Serif؟ ليه؟ تفضل حدا ممكن يفيدني؟ أو ليش حط هون طلع كم خط؟ واحد، اثنين، ثلاث، ليش؟ بالضبط. In case the browser ما بدعم التهومة حيروح على النكست 1، اذا ما بدعم النكست 1 حيروح على النكست 1. لكن فعليا المصممين الشاطرين بيصمموا خطوط خاصه فيهم، يعني بيعمل هيز اون فونت، بجيب خطوط معينه من مواقع وبحطها بالويب سايت تبعه. على كل حال فهمنا ايش يعني الانترنال والاكسترنال والامبيدد، او اسف اللي هو الانلاين والانترنال او ما يسمى الامبيدد والاكسترنال. هلا بدي انتقل للفكره اللي بعدها. قبل ما انتقل للفكره اللي بعدها، في عندي هون استخدم مصطلح غريب بحكي لي حجم الخط ممكن تحدده اكس اكس، زي بالضبط اكزاكتلي زي نمر الملابس اللي هي اكس اكس سمول، اكس سمول، سمول، سمولر، ميديوم، لارج، لارجر، اكس لارج اند اكس لارج. وبحكي لي بقول لي انت شو بقول لي؟ دير بالك في عندنا نوعين من المقاييس. بقول له شو يعني نوعين من المقاييس؟ بحكي لي هلا عشان افهم لك اياهم. في سلايد رقم 35 بحكي لي في إشي بسموه relative length measurement، في عنا إشي اسمه absolute length measurement. نبلش بالabsolute ونحكي لكم عنها أكثر. Absolute
انه والله احدد حجم الخط بالسنتيمتر. تخيل انه واحد من زملائكم حدد حجم الخط 10 سنتيمتر وهالويب سايت تبعك واحد فتحه بموبايل عن طريق سمارت فون، اوكي، والسمارت فون كله اصلا ما بيجي 7 سنتي او 8 سنتي، معناته حيظهر لليوزر بس حرف معين او كلمه معينه من كل الويب سايت. بالنتيجه بحكي لنا دائما حاول استخدم الريليتيف. اوكي، اول شيء نحكي ابسوليوت، يعني مثلا سنتي، انش، مليمترز. بحكي لنا في عندنا شيء اسمه بوينت، في عندنا شيء بسموه بكاس، كلهم هذول مشتقين من الريال لينث ميجرمنت الموجوده في حياتنا مثل السنتي والانش والمليمترز. فبهاي الحاله اذا حددت انت ابسوليوت راح تتوقع انه اذا عرض الويب سايت تبعك داخل سمارت فون او داخل لابتوب او داخل داتا شو، اوكي، حيحتفظ باللينث اكزاكتلي. بحكي لنا ننصحك انك تستخدم شيء اسمه ريليتيف. ريليتيف يعني بيظهر حجمه بناء على الشيء المكان المعروض فيه، لكن قياسا على في عندنا مجموعه من الانواع اللي ممكن تستخدمه في الريليتيف. اول نوع بسموه البي اكس. مين بحكي لي شو يعني السكرين ريزوليوشن وشو علاقتها بالبيكسلز؟ يلا، شو علاقه السكرين ريزوليوشن بالبيكسلز؟ كأنه عم هي الأبعاد، يعني هي الأبعاد الأفقية. كل ما زاد البكسل إنش بتزيد السكرين ريزولوشن. بحكينا إنه كل ما زاد، زي ما حكى زميلكم كلمته لطيفة، كل ما زاد عدد البكسلز في الإنش الواحد، أوكي، بصير الصورة أوضح، بصير عندي هاي ديفينيشن، ممكن يصير عندك 4K وألترا. فالكمبيوترات القديمة أو الشاشات القديمة كان في عندي ريزوليوشن منخفض. أو بتسمع مصطلح دائما الصورة بكسلت معي. شو يعني بكسلت معك؟ يعني كبر حجم الصورة، أوكي، وهي صغير، يعني هي زي ما حكوها بالعربية مطها. مش قضيتنا سكرين ريزوليوشن، بس بحكينا ممكن تعتمد على عدد البكسلز الموجودة داخل الشاشة عشان تحدد الحجم. ممكن تحكي 12 بكسل. هلأ 12 بكسل اذا كان في عندي سكرين ريزولوشن عالي كثير بيختلف والله عن 12 بكسل في سكرين ريزولوشن تبعها منخفض. فالبكسل سواء ريليتيف او معتمده او نسبيا على المكان المعروضه فيه او على الشاشه اللي تنعرض عليه. في عندنا اي ام وي اكس، هذول كثير سهلات. بحكي لنا انه في عندك حرف ام كابيتال وفي عندنا حرف اكس سمول. على ارتفاع حرف الحرف تبعك يا ام يا اكس بتحدد حجم اللي هي او بتحدد المجرمنت او اللي هي القياس تبعك. في عندنا البرسنتج، اذا واحد حط 50% برسنتج معناته 50% من الشاشه، حط 60% يعني 60% من الشاشه الى اخره. هلا يفضل دائما نستخدم الريليتيف، دائما نستخدم الريليتيف، وهذا حيفتح لي الان النكست سلايدز اللي حكي عنه. فبتحكي لك والدتك البوزيشن للفناجين عندك، اوكي، ابسوليوت، او بتحكي لك البوزيشن للفناجين عندك ريليتيف. هلا بنحكي عن بوزيشن، عن مكان عنصر موجود على صينيه او على عنصر HTML اليمنت موجود على الكانفاس او على الويب بيج او على الصفحه. انتبه معي ودقق، وهذا المثال كثير راح يساعدك بالفهم لاحقا. ادرك دائما الشرح بيسهلك كثير من الدراسه، تمام. اذا حكيت لك والدتك وانت بتروح تقدم الفناجين بتحكي لك دير بالك في عنا شيء اسمه الناتشرال فلو، هيك الوضعهم الطبيعي الفناجين، انا رتبتهم بهذا الشكل، لما انا كنت مؤلف للصفحه رتبت يكون في عندي ايمج باراجراف H1 H3، هيك رتبتهم. وهي ست البيت رتبت الفناجين بهذا الشكل، بس حكيت لك وانت رايح تقدم الضيافه دير بالك شو ترتيب الفناجين على
الصينية أبسليوت. بحكي لها يا أمي شو يعني ترتيب العناصر أو الفناجين على الصينية أو العناصر على الويب بيج أبسليوت؟ تحكي لي يعني إلك الحرية المطلقة أن تنقل أي فنجان من مكانه اللي أنا رتبته فيه أو الناتشرال فلو تبعه أو الوضع الطبيعي تبعه أو الفلو تبعه إلى أي مكان بدك إياه على الصينية. يعني بإمكانك أنت شو تعمل؟ تشيل هذا الفنجان هيك، تشيله كي هذا الفنجان تشيله وتحطه بمكان مختلف نهائيا. تروح تحطه وين؟ تحطه على الكورنر توب ليفت هون. اها، يعني انا بقدر اغير اي مكان بدي. اه، ممكن هذا الفنجان كمان تغير مكانه من مكانه الموجود فيه الى مكان اخر، تحطه على الزاويه هون. ليش انا قدرت اغير؟ لانه اعطتني صلاحيه او ستايل لهذا العنصر بانه بوزيشن تبعه ابسوليوت. ممتاز. في النكست، في الزياره اللي بعدها، في الزياره القادمه، تغيرت الموضوع. الوالده حكت لك دير بالك يا ابني العناصر او الفناجين الموجوده حاليا البوزيشن تبعهم ريلاتيف. طب ايش يا امي ريلاتيف؟ يعني ريلاتيف يعني ممكن يتحركوا في المكان الموجود فيه، بس ممكن يتحركوا يمين شوي، يسار شوي، اوكي، اعلى شوي او اسفل شوي. تمام، نعيد نلخص الموضوع. اذا كان العنصر البوزيشن، خاصيه البوزيشن تبعته ابسوليوت، تستطيع انك شو بهاي الحاله تغيره في اي مكان على سطح هذا الويب بيج او هذا سطح الصينيه. طب اذا كان ريليتيف، تستطيع ان نغيره اراوند او ضمن الناتشرال فلو او ضمن الفلو تبعه الموجود فيه. ناخذ اكزامبل ونشوف كيف هذا الشيء بيشتغل وكيف معناه وشو قصته. اوكي، هذا في عندي، هنحكي edit with notepad++ وخليني اعدل على الكود عشان نعرف نشرحه. يس 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 يس. في عندي انا حاليا مجموعه من الايمجز، ايمج 1 وايمج 2 وايمج 3، ومرتبين بهذا الشكل، وتكست حياتهم مرتبين بهذا الشكل، عباره عن صوره 1 وصوره 2 وصوره 3 موجودين عندي على هالويب بيج. يس، مين بيحكي لي فعليا كيف حيطلع ترتيبهم لما اعمل رن على الويب على البراوزر؟ حشيل كلمه بي، انتبه معي، وحشيل كلمه بي، حشيل كلمه بي، حشيل كلمه بي. كيف هاي باراجراف بطبيعتها باراجراف؟ مين بيحكي لي كيف حيظهروا الترتيب الطبيعي تبعهم على الويب بيج؟ اعتقد الايمجز جنب بعض والباراجراف نيو لاين. احسنت. ليش حط الايمجز جنب بعض؟ حدا بيقدر يحكي لي ليش حطهم جنب بعض؟ شو السبب؟ ليش حاطين جنب؟ يمكن لانهم داخل البودي. يمكن لا، انا بحكي لك ليش. هذا حيكون سؤال. تفضل تفضل، اذا قدرت تجاوب حطيك علامه اللي جاوبني. في شيء، في شيء بلوك انه بنزل سطر التاج نفسه تكون موجوده واحد ان لاين. لك 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 عندي علامه على كويزز او على 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 كويزز، لانه نقدر نشتغل على كويزز. لك عندي علامه على كويزز. تمام، بونص علامه. ايش اسمك لو سمحت؟ قيس. قيس، اوكي قيس، انتبه معي. في عندنا يا اخوان شيء حكى زميلكم، نبه لشغله. قيس حكى في شيء اسمه ان لاين وإشي اسمه بلوك. انتبه معي عشان ألخص لك إياهم وتحفظهم يروحوا معك أبدي. في عناصر بتنزل السطر، بس اللي بدي يفهم أكثر وبيبرمج وبدي صمم أكثر، البلوك ليفل اللي ما بيحجز كامل السطر إله. الإنلاين بيحجز المكان اللي هو فيه. بحكي لنا في عناصر بتنزل السطر، في عناصر بتظلها على نفس السطر زي الإيمج ما بينزل سطر. يعني هلا لو أعمل رن هون وسيف، هاي بدي أعمل سيف هون وأعمل رن، هتلاحظ التو ايمجز على نفس السطر، لكن البوزيشن تكست نزلت على سطر جديد. ليش؟ لانه بحكي لنا دير بالك في عناصر بتنزل سطر وفي عناصر بتنزل السطر. بحكي له بسط حالي، فهمني يعني. بحكي له احفظ انه الايمج بتنزل السطر. اذا حطينا التو ايمج بحد بعض او تحت بعض على ال HTML كود، بتلاقيهم بيطلعن بجنب بعض. الاي الانكر، الاي ام، السترونج، السبان. هلا بشرح لكم شو يعني سبان. وفي عناصر بتنزل سطر مثل بي، مثل اتش 1، الاوردر ليست، التابل بينزل سطر. في عندنا ديف، حنشرح لكم اياها كمان شوي بس نخلص الاكزامبل هذا. هلا زميلكم حكى كلمه لطيفه، حكى انه حيطلعوا بجنب بعض، فعليا كلامه صحيح. اذا بدي انزلهم مش يكونوا بجنب بعض، بدي استخدم يا بي ار يا بي. اوكي، حنستخدم يا بي ار يا بي. هو استخدم الان بالكود تبعه البي اللي هي عمليه بلوك ليفل اليمنت عشان تنزل سطر. يس. طيب البي هاي ما موجودة، فبالنتيجة لما أعمل سيف وأعمل رن حيترتبوا بهذا الشكل. هذا بسموه الناتشرال فلو، الفلو الطبيعي للعناصر حسب ما رتبتهم كأوثر كمؤلف
كتبتهم على البيج كHTML كود طلعوا معي بهذا الشكل. أجا حكينا له لو سمحت، بحكي له تفضل، بحكي لهم لو سمحت تغير على الستايل تبعهم، بحكي له كيف بدك تغير على الستايل، بحكي له انتبه معي ححط هاي الخصائص، شوف الخصائص هاي شو بتحكي، بحكي لي البوزيشن تبعها شو غيرته هلا صار، البوزيشن تبعها شو صار يا اخوان؟ ابسوليوت. تمام؟ شو يعني ابسوليوت؟ مين بتذكر شو يعني ابسوليوت من اللي حكيته قبل شوي؟ يعني بتقدر تحركها محل ما بدك. بالضبط، بحركها وما بدي بالضبط. لو تخيلنا انها هيك رسمة الصفحة، وين حتكون هاي مكانها؟ الايمج الاولى. توب صفر، ليفت صفر، يعني حتكون هون صح؟ بالزاوية هاي. حتكون هون. الامتحان حيجيك ورب الكعبة سؤال نفس الشيء. حجيب لك كود او صورة واحكي لك شو الكود اللي بولد هاي الصورة. نقيك اكس اكس، حقول لك اكسات بس. تمام، نكمل نكمل. اجى هذا تحت حكى لها الامج الثاني انت حتكوني الستايل تبعك، البوزيشن تبعها حيكون برضو ابسوليوت، حركه وما بدك، وحيكون عندك التوب 150 واللفت 100، او هون حنحكي 150 او نحكي 150 وانت 50. مين بيحكي لي وين حيكون مكانها هذه؟ يلا مين بيحكي لي وين حتكون مكانها هاي؟ مين بيقدر يرسم لي اياها؟ مين البطل اللي حيرسم لي اياها؟ دقق شو حكى زميلكم، حاعطيكم قاعدة ذهبية زي ما حكى زميلكم وفهمها بالمنطق. هو شوي ذكي زيادة، حكى حتنزل من فوق 150 وحتروح على اليمين 50. هلأ بدي أحكي لك شغلة، إذا كانت القيم المعطاة في القياسات موجبة حيروح عكس الاتجاه، أوكي؟ حيروح عكس الاتجاه. طب إذا كانت القيم سالبة حيروح مع إيش؟ مع الاتجاه. فبلس عكس الاتجاه وماينس مع الاتجاه. فبحكي لي طب 150 معناته أنزل من فوق 150 وأروح كمان 50 لليمين، معناته حتكون هون. إذا بالضبط واضح؟ سالب النص دكتور، يعني تقريبا تنزل 100. انا هلا هي مش تثبت صفحه بس حتنزل من فوق 150 هيك، اوكي، عكس الاتجاه التوب، وتروح على الشمال على اليمين، اسف، حتروح على اليمين 50. واضح؟ اوكي، هذا بسموه اكس وواي، المحور السيني والمحور الصادي. اجى زميلكم قال لي طيب ماشي، انا حكتب كود، ماشي، حعمل نفس الكود نفسه هذا، حروح اخذ كوبي بيست لهاي. مين بحكي لي ايش حتكون هاي الستايل؟ وين حيكون موقعها هذه؟ يلا تحت الايمج على طول دكتور، تحت الايمج على طول. بالضبط، حتكون تحت الايمج على طول، نفس، لانهم اثنين لهم نفس ايش؟ شو لهم نفس ايش؟ نفس الدايمنشن. انا بحب الطلاب المخه صاحي، وصدقوني المخه صاحي وشغال حيظل شغال طول حياته. اللي متعود انه يكون مركن او هيك او متراخي او ما بده يفهم او ما بده يستوعب حيظل طول حياته متراخي ومتكاسل ومتساهل. فدائما خليك دائما حاول نشط نفسك، حاول استوعب محاضرتك، لانه هذا الشيء هي احنا ما بنشتغل على العلامه، بنشتغل على الافاده، انه ان شاء الله تعالى بيوم من الايام انكم ممكن تشتغلوا في اماكن معينه، واذا سالت سؤال تحكي والله بقدر افهم الكود كفهم، اتليست انه اقرا كود وافهمه. على كل حال زي ما حكى زميلكم كلامه لطيف، حكى في عندي حيطلعوا فوق بعض، الصوره حتطلع فوق التكس وبالنتيجه التكس مش حتبين. انتبه معي، احنا بنشتغل بمحور سيني ومحور صادي اكس وواي. طب اذا انا بدي اخلي الكتابه تطلع فوق الصوره، شو الاحداث الثالث او الكوردينيت الثالث اللي بيعطيني 3 دايمنشن؟ شو بتذكر كان عندنا اكس وواي وشو؟ شو اسمه؟ زد. زد، يس. فبحكي له استنى شوي، بيقول لي اه، بيقول له في عندنا خاصيه مرتبه، يعني إشي اكابر هاي مصنوعه اصلا خصيصا عشان ارتب، اعمل اوفرلابينج او اوفر لايرنج، ارتب العناصر فوق بعض. بحكي لي جد؟ بحكي له اه. بيقول له شو اسمها؟ بقول لي اسمها زد. بيقول لي ليش زد؟ بقول له من كلمه اكس وواي وزد اللي هو البعد الثالث، اسمها زد اندكس، اندكس اللي هو الفهرس او الترقيم، خلينا نحطه. فبنحكي له انت رقمك 1
وانت رقمك 2، مين بتتوقع حيجي بالباك جراوند او يجي خلف الثاني او ك بعد ما احط هاي الاثنين راح تكون فوق؟ يعني كل ما زاد الاندكس بيطلع اعلى صح، بصير باللاير اعلى، وكل ما قل الاندكس بيكون باللاير اسفل. تمام، وراح يكون اندكس واحد فوق والاندكس 2 تحت؟ لا العكس. لا بالعكس. بالعكس اوكي، شكرا شكرا انك شكرا انك حكيت عشان اوضح الصوره. كل ما زد اندكس نقص معناته انت بتحكي انه هو في اللايرات الخلفيه او بالباك لايرز او جو باك، وكل ما كان بيكون بالفرونت اند او بالفورورد او بالقد او فوق لايرز لايرات اعلى. فخلينا نعمل سيف ونشوف شغلنا كيف هيطلع. او تمام اوكي، هاي على الزاويه بس كونها ايمج كبيره، اذا ملاحظين كيف مساحه الايمج، عشان هيك لما حطيناها بالزاويه ما بينت. فاحنا حطينا هاي في الزاويه ونزلنا لتحت 150، رحنا على على اليمين 150 وحطينا التكست او التكست بوزيشن تكست، وحطينا تحتيها ايش التكست فوق الهاي، مع انها ايش اذا بتلاحظوا طلعت البوزيشن تكست فوق اللي هي تحت الاي الصوره الثانيه. ليش؟ لانه حكينا انت زد اندكس تبعك هالقد وانت اندكس زد تبعك هالقد، انت واحد وانت اثنين، انت اثنين كتكست او ككتابه مكتوبه عنا معناته انت حتكوني فوق الصوره، مع انها التراتبيه انها تكون هاي بعدين هاي بعدين هاي، لكن احنا حكينا لا انت حتكوني فوق ايها. تمام تمام، هذا بيسموه البوزيشن ابسوليوت. في نوع ثاني من البوزيشن يس ريليتيف. اخر فكره مش هطول عليكم، just 5 minutes، اقل من 10 دقائق، اقل 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 من 10 دقائق مع الحضور الغياب ان شاء الله 10 دقائق. انتبه معي شو فكرتها. بيحكوا لنا كل الويب سايتات الحديثه حاليا تعتمد على مصطلح اسمه ديف وسبان. ايش يعني ديف ايش يعني سبان؟ لو عرفناهم بالانجليزي هم جروبينج اليمنتس، كونتينرز حاويات، اوكي بوكسز صناديق. شو يعني بوكسز صناديق او حاويات؟ في واحد اسمه ديف اوكي وفي واحد اسمه سبان. بحكي لنا الديف والسبان اوكي احنا اخوان بس نختلف عن بعض بشغله واحده. السبان بيحكوا له ان لاين بدلعوه. شو يعني ان لاين بلوك اللاين ليفل اليمنت؟ شو يعني ان لاين؟ يعني على السطر ما بنزلش سطر، ما بنزلش سطر. كيف تحكي لي انا بلوك ليفل اليمنت؟ اوكي ليفل اليمنت اوكي. الديف والسبان هم كونتينرز تستطيع ان تضع في الديف. ابسطها لك اوكي، الديف والسبان هو عباره عن صندوق زجاجي، كصندوق الزجاجي اللي بيشتريه مربي اسماك حاب يرتب فيه اسماكه، فبيشتري صندوق زجاجي فاضي ولا فيه اي شيء، بصير يرتب الاشياء تبعته التولز اللي بحط الاسماك، بحط القلعه، بحط واتيفر، بحط الوان، بلون. هو فعليا هو صندوق زجاجي، كلاهما لو احكي عن هذا او عن هذا نفس الشيء. بحط جواته عناصر، ممكن احط جواته تيبل، ممكن احط جواته ايمج، ممكن احط جواته باراجراف، ممكن احط جواته هيدنجز، ممكن احط جواته اوردر ليست. فهو عباره عن كونتينر، شيء يحتوي اوكي مجموعه من التاجز. اذا بدي اعمل هويه لكل طالب بحيث يظهر هويات او يظهر عناصر الصف اللي عندي، فممكن اعمل هويه، كل هويه عباره عن سبان او ديف. فهذا السبان بيكون صوره الشخص، معلومات عنه، وبيحكون عنه تيبل انه ايش معدله في المواد. تمام، فهو عباره عن عنصر اوكي اتش تي ام ال اليمنت بدون الوان بدون اي شيء، بحط فيه العناصر. بعد هيك بحكي لي استنى، مش انت حطيت الاسماكك وحطيت، بيجي على بالك تدهنه اصفر تعمل له باك جراوند اصفر، ممكن يجي على بالك تدهنه اخضر، ممكن تحط له بوردر اطار، تحط بوردر هون، ممكن تحط البوردر 3 دي، ممكن تغير البوزيشن تبعه، تحط البوزيشن هون، تحط البوزيشن هون. كل هذا لانك انت بتصنع عنصر بتحط فيه عناصر وتبلش تعمل على العنصر الكبير او على الكونتينر او على صندوق الزجاجي او على البوكس تبعك مجموعه من الفورماتنج. اوكي الفرق بيناتهم حكينا شو الفرق بيناتهم، واحد انلاين ليفل اليمنت وواحد واحد بلوك ليفل اليمنت، حنسب فيهم اكثر لاحقا. لكن الفكره اللي هشرحها الان في المثال اللي بعده عشان نعرف الريليتيف اليمنت او الريليتيف بوزيشنينج. في عندنا هون في المثال اللي بعده خلينا نعمل ايديت وذ نوت باد بلس، بنرجع نعدل على الكود ونرد نصنع الاشي اللي احنا بدنا اياه. يس هلا في عندنا هون مجموعه من العناصر، في عندي هاخذ بس عنصر واحد منهم، كلهم نفس التكرار نفس الفكره. فبحكي لي انتبه معي، في عندي عباره عن سبان اوكي بحد هدف جوا هدف سبان جوا دف. لو عملت سيف
وعملت run حيطلع بهذا الشكل. والله ما احنا عارفين مين الاسبان ومين الدف، لانه كنتين حكينا لوح زجاج شفاف ما ببين. رحت حكيت انا هون لو سمحت يا بدي بدي اعمل لك ستايل، ارتبك بستايل معين، احكي لك الباك جراوند تبعك كلر، خلينا نحكي مثلا بينك على سبيل المثال بس، وبدي احكي يا ستايل انت بدي اعمل لك يا سبان ستايل. اوكي بدي احكي لك انت مثلا الباك جراوند تبعك اوكي كلر كي نقطتين فوق بعض يلو. على سبيل المثال انا بختار الوان احيانا بطريقه عشوائيه كي هاي سيف وهاي رن. تمام هيك بين عندي مين، بين عندي ايش السبان. تستطيع ان تضع في السبان كل ما تريد كل ما تشاء، ممكن تحط جواته تيبل، تحط جواته ايمج، تحط جواته وات ايفر يو وان. بس بحكي له يا سبان بدي كمان اعمل عليك شويه تغييرات بالبوزيشن تبعك. بحكي لي اها عملت البوزيشن ريليتيف. مين بحكي لي شو يعني بوزيشن تبعه ريليتيف؟ ايش يعني انا عملت هذا السبان البوزيشن تبعه ريليتيف؟ حدا بيقدر يحكي لي ايش الفرق بين السبان والريليتيف والابسوليوت؟ وحتسال بالامتحان which of the following is correct which of the following is not correct about relative and absolute. مين بحكي لي بهاي الحاله ايش صار هون؟ يلا ايش يعني ريليتيف؟ انه دكتور يمكن يعني... في جمله يعني والجمله اللي هي بتاعت السبان حددتها هي المعينه انا بدي اياها، وخليت باك جراوند باك جراوند لها ريال مثلا. انا غيرت على البوزيشن تبع السبان حاليا، قلت له انت يعني ريلاتيف للبي بالنسبه للبي. نعم يعني فنجين مرتب حد بعض زي ست الوالده لما رتبت لك فنجين بحد بعض، فحكيت لك دير بالك يا ابني هذا الفنجان تبعه البوزيشن تبعه ريلاتيف. بحكي لها بسطيها لي يا امي، بتقول لك يا امي اذا حركت مسموح لك تحرك الفنجان ضمن المكان الموجود فيه ضمن جيرانه ضمن عناصر الموجود فيها. بقول لها طب شو يعني؟ وين قلت لي حركه شوي يمين شوي شمال. فهي الحاله انا حكيت له انت بوزيشن تبعك ريلاتيف، بقول لها اه. بتحكي مسموح لك تحركه ناقص واحد اي اكس، والاي اكس حكينا هي ريلاتيف ميجرمنت وهي معناته حجم اكس سمول. اوكي بغض النظر هلا ايش يعني ماينس واحد اي اكس؟ ايش قصده هون بهاي الحاله؟ ليش حط ماينس؟ الماينس ايش يعني؟ حكينا الماينس شو بتختلف عن البلس؟ بدل ما تزيح على اليمين بتزيح على الشمال. الماينس حكينا مع الاتجاه، مع الاتجاه. احسنت احسنتم جميعا شكرا لكم. اوكي هلا حكت لي توب ماينس واحد معناته حترتفع للاعلى بمقدار واحد. لو حكى واحد زميلكم شيل الماينس خلينا نشوف شو يعني بدون ماينس. حكيت لنا يا صح ولا لا؟ اوكي حيعمل هيك او نزلت لتحت. طب اذا حكيت ليفت وين حتروح بهاي الحالة؟ حتروح على اليسار ولا حتروح على اليمين؟ رايتها على اليمين. على اليمين. أوكي ممكن توكل من اللي جنبها أو whatever. انتبه معي. هلا هذا عنصر بجنبه عنصر، ممكن يكون عندي أكثر من عنصر. هذا العنصر أنت بوزج تبعك ريلاتيف. أوكي شكرا أنا فاهم شو يعني ريلاتيف، يعني إنه أنا بتحرك في المجال اللي أنا already خلقت فيه أو بالفلو الطبيعي تبعي، لكن مسموح لي أغير حب شمال حب يمين، أطلع لفوق شوي أو أنزل لتحت شوي. ضمن الرينج اللي انا مصنوع فيه او ضمن المكان اللي انا فيه. فاحنا بهاي المثال اوكي اذا حدا ما عنده سؤال انا بالنسبه لي انهيت البوزيشن ريليتيف وابسوليوت، وفهمنا شو الفرق بيناتهم وفهمنا كيف نعدل عليهم ونغير اماكنهم ونبدل وينجيم. تمام هلا فعليا الديف والسبان حنحكي عليها اكثر ان شاء الله في المحاضرات الجاي، لكن مبدئيا احنا خلصنا لعند اللي هي البوزيشن. دكتور حتحكي لنا عن البوزيشن فيكسد ولا لا؟ لا لا ما انا حاطي نوعين هذول الابسوليوت والريليتيف حسب هل حتمشى او حمشي مع او حفولو مع مين مع السلايدز فولو مع السلايدز. هلا انتبه السي اس اس عالم مخيف جدا جدا جدا. تمام عالم مخيف جدا السي اس اس، يعني العالم الان اوكي كل برمج فرونت اند كلهم بيعرفوا شو يعني سي اس اس. سي اس اس يعني عالم اخر، يعني تستطيع ان تصنع اكبر واحلى واجهات لويب سايتات عن طريق السي اس اس. لكن احنا نمشيك كي زي ما مره واحد شرح لنا دوره حكى لنا كلمه لطيفه حبيتها، قال لي شايف الدائره الكبيره هاي؟ قلنا له اه. قال انا بعطيكم هاي النقطه فيها، قلنا له اوه كل هاي نقطه؟ قال اه، بس من النقطه هاي بامكانك تمشي في كل الاتجاهات وتفهم كل الدائره. حمش اعطيك البيسكس وبعد هيك you can go ahead وتكون ان شاء الله بالمجال الصحيح وبالطريق الصحيح.
هلا انا بالنسبه لي انهيت الاشي المطلوب مني، انتبه معي ودقق، في 4 دقائق اقل عندك كويز يوم الجمعه الساعه 6، في عندك الان اسايمنت حتفتح كمان تقريبا اتوقع اقل من ساعه، عملنا الاسايمنت من 3 ل 6، ليه عملته هيك؟ شو السبب؟ عملنا هيك اوكي مراعاه لظروف طلابنا، لانه احنا في ظرف استثنائي، في وضع استثنائي، في طلاب ما عندهم اجهزه حاسوب، في عنده طلاب بيقول لك انا بشتغل يعني بامكاني اروح شوي بكير اليوم بس بطش معي بروح علي فلوس شغلي، في ناس بيقول لك انا في ظرف خاص اليوم، في عندي وضع خاص، في الى اخره، فمراعاه للظروف المفروض نحلها جوا اللاب. يعني المفروض الان انا احكي لك يلا هاي الاسايمنت شغاله، حكون معك ساعه بتسلمها، بس احنا مراعاه لظرفكم مراعاه لكل شيء حنفتحها 3 ساعات. والشيء المزعج يا ابناء ويا بنات ويا اخوان ويا اخواتي انه المزعج جدا انه الطالب ببعث لك على 6:15 انه والله ما انتبهت على الوقت، انه مدد لنا اياها كمان ربع ساعه، انه انا اشتغلتها بس ما بعرف نسيت ارفعها انا. فاحنا دائما لازم يكون عندنا في حياتنا شيء اسمه ديدلاين. الديدلاين يعني انه انا ابرمج نفسي انه في عندي وقت، الان عندي مثلا كويز اكون الساعه 6 ريدي ومجهز اموري، مراعاه للظرف مددناها 3 ساعات اوكي. وهذا لا يعني بالضروره، الثلاث ساعات لا تعني يا ابني ويا بنتي انه انا استعين بزميلي او زميلتي في حل الاسايمنت، لا يعني اني اوديها لشخص شوي عنده مهاره عاليه انه يحل لي اياها يبعث لي اياها، لا يعني ايضا انه انا ما احاول ما امسك الكيبورد واحاول اتعلم او احل الاسايمنت المطلوبه مني، لانه كل اسايمنت بتمر في حياتك الجامعيه هي بروفا حقيقيه ليوم حقيقي، ممكن تكون انت في شركه او في تكون في ممكن تكون تشتغل فريلانسر، والاردنيين كنا بنشتغل فريلانسرز انه والله تعال اعملنا هالشغله اوكي. فيو هاف تو نو عندك ديدلاين وعندك تاسك إلك، انا عامل التاسك لمحمد او عامل تاسك لعلا، وبالنتيجه علا انت المطلوب منك تحل الاسايمنت. هلا لا يغني احيانا الانسان بس عنده حاله تكاسل او حاله انه مش دارس او واتيفر، وبالنتيجه ممكن يستعين في حدا، لكن حاله بتحدث مره بالعمر مرتين بالفصل اوكي، بس مش تكون هي الوضع الطبيعي القاعده عندك انه استعين بالاخرين والاستثناء اني احل انا اوكي. انا بالنسبه لي حضور غياب حاليا، واحكي لكم دمتم بصحه وعافيه وسلامه من كل شر انتم واهاليكم وعائلاتكم، راح احضر غياب، فاللي ما بيقدر يحكي دكتور تفضل.